المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. هذا موجز لأهم وآخر الأنباء. أكد نائب رئيس مجلس السيادة رئيس اللجنة العليا للإشراف السياسي والإداري لمنطقة أبيج محمد حمدان دقلو، أكد على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين السودان وجمهورية جنوب السودان لبناء الثقة وتبادل الآراء حول كيفية توفير أساس متين للحل النهائي لقضية أبيي. وقال دقلو في الاجتماع المشترك بين السودان وجمهورية جنوب السودان حول أبيي بالخرطوم أمس إنه بالرغم من الظروف الحرجة التي يمر بها السودان، إلا أن عقد الاجتماع كان أولوية تقديرا لحساسية قضية أبيي والمتعلقة بمعاناة الإنسان في هذه المنطقة والمجتمعات التي تجتمع حول هذه المنطقة، مبينا أن ظروف السكان في أبيي لا تحتمل التأخير، مشيرا إلى أهمية التوصل من خلال الاجتماع إلى نتائج إيجابية لوضع أبيي على مسار السلام العادل والمستدام. وفي السياق، ناشد مستشار رئيس دولة جنوب السودان للشؤون الأمنية تود جولواك اللجنتين الفنيتين المتعلقتين بقضية منطقة أبيي بتسريع الخطى والذهاب إلى الجداول الزمنية المنصوص عليها في البروتوكول الخاص بالمنطقة، وذلك لوضع حد لحالة اللا استقرار التي يعيشها المواطن هناك. عقد والي غرب دارفور الجنرال خميس عبد الله أبكر اجتماعا مع المنظمات الأممية العاملة في المجال الإنساني بالولاية، وذلك بمكتبه المؤقت بمعسكر كريندن. وبحث الاجتماع عودة النازحين إلى معسكر كريندن كمرحلة أولى من ثلاثة مؤسسات حكومية. نفذت حكومة ولاية القضارف مشروعا للسقيا الجوالة عن طريق التناكر، استهدفت بها عددا من أحياء المدينة الطرفية التي تعذر وصول الإمداد المائي لها. وقال والي القضارف المكلف محمد عبد الرحمن محجوب أن حكومته تبذل جهودا كبيرة في محوري الحل الإسعافي والجذري من أجل توفير إمداد مائي مستدام لمواطني مدينة القضارف. نهاية الموجز، أشكر لكم طيب المتابعة والإصغاء. سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.